ولك انت عملت هيك تتغطى على تحرشك فيها بالفرصه، ولك انا من جاب الدخي، ولك هاجت علي صوتك وتطول وتهزر فيك تسال كل البنات، واللي خبرتني سيابي طلع اسماعيل، لك روح وسالوها. وعادل انا بالعاده أبحكي باسرار الناس، بس الشغله متعلقه بالاستاذ فارس بدي احكي. شو بدك تحكي؟ بنتك بتدخن. شو؟ مثل ما سمعت، امبارح شلت من عندي باكيت قصيره، وهي مو اول مره. هلا خنت بالصف معه يا ابو خليل. اقسم بالله من 3 شهور وهي تشتري من عندي دخه. يعني كانت بتدخي؟ لك مثل ما غلا. لازم نسال سهام. يلا نسال سهام. وفورا لبيت ابو اسماعيل، ترى القصه بدها حل. يلا. ورا انت شو؟ سلام عليكم. يا عادي يا عادي يا دبي نربي عادي، وين كنت عمي؟ شو حالك؟ شو حالي؟ بيك يا دبي بيك على القمع الاستاذ فارس، واهل الضيعه ما يفكوني ومن ما ينفكوا يا عمي. قولي لخيك عادل خليه يروح يدافع عن بيو. عادل بقطعته بالجيش. الجيش؟ والله ما بعرف، انا قلت لحالي لازم خبركين، وهي خبرتكين. شغلة كبيرة يا عمي كبيرة، خاطكي. عجبك هيك يا؟ كله من تحت راسك. انت خرسة. لا، أبدي اخرس. جبتي لنا مصيبة جديدة. اللي جاب لي مصيبة؟ فارس الكلب. لا والله، أنا متأكدة إنه بنتك، ما الأستاذ. شرف ولك حتى خيتي ما توقف مع الغريب. أنا رايحة أشوفه لبيك. جاي معك. طولوا بالكم طولوا بالكم يا جماعه، والله ماني متحملين كل هالقصه. والله والله هلا بدنا نفهم، انت شفتيها متدخن بالحمامات لما لا؟ ايه شفتها بعيني وقلت له للاستاذ فارس. وانت شو دخلك له ابو اسماعيل؟ هلا بدنا مشكله ثانيه، بدنا نحل مشكله نرمي. لا بالله مشكلتنا الجوز، نرمي ليش متدخن وسهام ليش ما تفسي؟ هلا قلنا منك يا ابو العز وخلينا نحل المشكله. ولك دكنجي انت بدك تحل المشكله. طولوا بالكم يا جماعه، لا تفوتوا بموضوع ثاني. هلا خنتي بتخيط لي شيء مع نرمين لحتى تقولي هالكلام. هلا قلنا لك بنتك ما تدخن وما تشتري من عندي، شو بدك تصدي؟ وينه ابن هالكلب؟ وينه ابن الصرامي؟ ما يتحرش بأعراض العالم، وينه؟ تركينا بقلك. طولي بالك يا امي، هلا قبي بحل المشكله. يا ابن الصرامي حقير، ما تتحرش ببنتي. عادي جاي على البيت بسرعه. ميني راجعه تاني تفسر معي يا راسه. طولي بالك يا معادي. عم قلك رجعي على البيت بسرعه ولا تحكي ولا كلمه. البسية طولي بالك خلص. يلا خلص فهو عليك يا وطن. شو بدك فيها؟ اندخلت ولا استلمت؟ فوت لجوا. يلا بدك تحلها يا دكنجي النشح، تفضل حلها. تشو ما يقول لك دكنجي النشح ابو عادل اللي صار عيب. يا جماعه انا الغلطان، أنا اتسرعت بطردت البنت، فكرت حالي واحد من الضيعة واعتبرتها مثل بنتي، ففارد دم براسي وحبيت خبر أهلها. أنت حر يا أبو عادل، أنت حر، بتريد تصدق بتريد ما تصدق. أنا عم أقول لك بنتك عم تدخن، واللي صار إني طلبت ولي أمرها، هاي جريمتي. وما كنت بتخيل إنها تألف هيك قصة. لك أنا أتحرش ببنتي؟ أنا يا عيب الشو يا عيب الشو. الله يسامحك يا ابو هادي، الله يسامحك ويسامحها. على كل إن انا ما عاد ضل بضيع ساعة وحدة. تكرم يا ابو عادل تكرم. عالسلامة يا سيدي. يا استاذ لا ما وصلت لهالدرجة، انت كل الناس بتحبك، انت سيد الناس وانت بتغلط. والله يا استاذ كل اهل الضيعة بيحبوك. والله كانت كل الضيعة بتحبوه، بس هلا أبعري. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله بحياتنا ما سمعنا عنه زحمة. استاذ فارس ترمى هيك يا على دمك عادل.
بالله عيب يا عمي. طيب ابو خليل، هلا الاستاذ فارس ما رد عليهم، يعني ما عمل شيء؟ شو بده يعمل يا عمي؟ شو بده يعمل؟ كان منه مصدق اللي ما يصير معه، ابو عادل هو معادل فوقهم بالعزمه يصرفوا عليه ويسبوا، شو بده يعمل يعني؟ والله ما بصير، والله ما بصير. طيب بدي اسالك ابو خليل، هلا الاستاذ فارس ممكن يكون متورط مجافي، البنت منا تمام. شوف ها وهي صفحة الست نرمين غير صفحة بيها، هي اللي طلبي. شوف حمرة قصيرة حمرة قصيرة حمرة قصيرة بكيت مدي حمرة قصيرة حمرة قصيرة حمرة قصيرة. لك يا أبو خليل، ليش أنت ما فرجيتوا هالحكي اللي أنت كاتبه لأبو عادل؟ ليش؟ كان ما يعيط ومنه ما يسمع حدا. وقت قلت له بنتك بتدخن قال لي هنت واقف بعد غريب أبدي وقاطع تلسانه. والأستاذ فارس خلوه هالحكي بس مثل روحي عم يسمع حدا. طيب وبنت ابو اسماعيل كمان هي اكلت نصيبها ما بيع يعني؟ فوق ما خبرته للاستاذ فارس كمان اكلت على جنابها. بس والله عيب عيب، الاستاذ فارس كل الناس تحلف بحياته يا اخي. هذا اللي زعجني وكسر ظهري. على كل حال بسيطه ابو خليل، انا اليوم المساء بمر لعنده ولنشوف شو بدنا نساوي. طيب يلا مع السلامه. الله يسلمك. كملت ناس عمي؟ كمل كمل. خرجك يا استاذ النشح، هكا بصير مع اللي بيوقف مع الدكنجي بياع البقلي وفجلي. ما تعشق لي بنات المدرسه لك ها؟ بلا كرامي بلا اخلاق. استاهل لا هات بستاهل. هلا كيفك مصطفى؟ كيفك وعلي؟ اهلا وسهلا. اهلا 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 بخي ابو حميد. على سلامي. الله يسلمك. كيفك؟ والله الحمد لله. كيفك انا؟ والله الحمد لله ماشي الحال. شو الاخبار؟ والله الحمد لله ماشي، عم نشتغل. كنت بالدوام؟ اي بالله كنت بالدوام. قال لي الدكتور صحتك منيحه، وبعدين بالله مليت من القعده يا سيدي. منيح اللي ما كنت اليوم بالضيعه. خي شوفي كان احترق قلبك على ابو عادي. خب شو حال ابو عادي؟ تعال احكي لك شو عامل الاستاذ المنشح بنته لابو عادل. مين الاستاذ المنشح؟ فارس. الاستاذ فارس. استاذ قال استاذ قال بلوط. شو عامل؟ تعال على مهلك على مهلك على مهلك. انت بتدخني ولي؟ والله انت ما تشتري دخان مع ابو خليل. انا يعني ما قل لك انت ما تشتري دخان مع ابو خليل يعني ما... وليك وليك قولي انت ما تشتري دخان مع ابو خليل. ايه بس بالله مولي. تكلمي بس يعني ما قل لك لمين. بس بالله يا بيا بتقول لحدا؟ وليك لمين ما تشتري دخان قولي. لسعاد. سعاد؟ ايه وهي قالت لي يعني ما مشان بيا ما يعرف من ابو خليل لانه كل يوم بيسهر عنده. ها شو قصتها يا سهام بنت ابو اسماعيل اللي شافتك متدخني؟ ولك هي وحده كذابه لانه ابعيها دفتر الرياضيات تنخل منه الفت هالقصه. يلا بدكش قاعدة يا مشادة؟ لا والله صار لازم اروح عن اذنكي. خديني معي. يلا الله معك. خاطري اهلا كتر خيرك. الله معك. مع السلامة. اهلا اهلا. دخيلك يما دخيلك وقفي معي بعرف شو بتسوي. وقعتين للناس ببعضين الله لا يرديك. هدوبي هدوبي رجاكي مو انتي خيتي ولك ساعديني. ولك شو ذنبه الاستاذ فارس؟ وسعاد ما حرام عليك؟ اذا خبروه لبيها شو بصير؟ اه قليله هلا هيك صار. كنت خايفه وما عرفت شو بدي اقول. هدوبي الله يخليك وقفي معي. والله ماني عرفانه شو بدي اسوي. اذا سكتت سعاد رح تتبهدل، واذا حكيت والله بيك ليقصف لك عمرك.
ليك اليوم السهرة بتقولي لبيك إنه ما يقول لبي يا لسعاد. وأم شادي وأم حسن أبدن يقولوا. هلق شو بدك أنت؟ أنا بروح لعند أم شادي وبشرح لها القصة. يخرب بيتك، حياتك كلها كذب بكذب. ولك هالدوبة الله يخليكي، أبقى تسدي علي. ليكي الموضوع ما حيمر بخير وسلامي، أنا ما قلك ها. يا جماعة أنا الغلطان، أنا تسرعت طردت البنت، فكرت حالي واحد من الضيعة واعتبرتها مثل بنتي، ففار الدم براسي وحبيت خبر أهلها. أنت حر يا أبو عادل، أنت حر. بتريدي تصدق؟ بتريد ما تصدق؟ أنا عم أقول لك بنتك عم تدخن، واللي صار إني طلبت ولي أمرها، هاي جريمتي. وما كنت بتخيل إنها تألف هيك قصة. لك أنا أتحرش ببنتي أنا؟ يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. الله يسامحك أبو عادل، الله يسامحك ويسامحها. على كل إن أنا ما عاد ضل بضيع ساعة واحدة. تكرم يا أبو عادل. مجاني نوم، بدروك من سرعة المخلي. اسمعي يا استاذ فارس، هذا القرار ما هو حلو بحقنا كلنا بالضيعة. يعني نحن بنحكي مع ابو عادل والقضية والله يا ابو سهيل نفكر فيها كل الوقت. لك يا ابو عامر، يا ابو عامر يا حبيبي يا خيو، القصة بتتعلق بشرفي، واليوم أول مرة بحياتي بحس إني مالي قدران أعمل شيء. العم لك أنا يصير معي هيك؟ ومن مين؟ من طالبة من طالباتي اللي بعاملهم مثل بناتي؟ لك ما معقول، لك مو معقول. اقسم لكم بالله العظيم ان اللي صار مثل ما حكيت لكم اياه بالضبط. لا يا استاذ، نحن بنعرف انك صادق. والشهاده لله ابو عمر، انا ما سمعنا انه الك زايحه هيك ولا هيك. يا سيدي وحتى لو عرف ابوه الحقيقه ايش الفايده؟ بهدلت وتشرشعت وتجرصت ومشي الحال. ولو يا استاذ فارس، اي ما عاش اللي بده يبهدلك، شو ما تحكي؟ اتجوزت من عنا وصرت منا وفينا. بعدين استاذ، واحد بساعة غضب عمل هيك شغلة وهو قلبه طيب، يعني نحن لازم نسامحه. لك آخ، اللي قاهرني يا جماعة اني سنتين عم ادرس البنت وما حسنت أثر فيها. لك لو مأثر فيها شوي ما كانت عملت هيك. على ما يبدو انا استاذ فاشل، انا استاذ فاشل. طول بالك يا استاذ. هلق صحيح انا اصغر الموجودين وما بيصير احكي، بس ابقى فيني هنت اجدر استاذ بالثانوي كلها، وهنت مرجع لطلابها، ونحن بنفتخر انك درست ضيعتنا. اسمعني يا استاذ، انا هلا بروح لعند ابو عادل وبجيبه بنفسه يعتذر منك قدام كل الناس، شو رايك؟ خلص عاد استاذ، حل حلها. ولك افيه نقطه الدم العمى، ولك بشرفك هنت ما تبهدل وتشرش وتمسح فيه الاراضي، هو واقف مثل عمود الكهرباء هيك. والله اللي قيرني انه ما غلط معي ولا بكلمه وحده. كيف بده يغلط؟ اسا بده يغلط؟ ما الغلط هيك بركبه. والله خايف تكون ظلمته. كيف ظلمته يعني؟ لك ابو خليل ما يقول انه البنت كانت ما يشتري من عنده دخان. اعوذ بالله، ابو خليل اكذب منه. ابو خليل بهمه ديناته، اذا وقف معها بتروح عليه مصرياته اللي بده اياها من الاستاذ الكر. هلق الاستاذ متدين من ابو خليل؟ هو متدين منه هذيك الحسبه. ان شاء الله نفكر الاستاذ فارس ابي الديان. روح اسال ابو خليل، خليه يفرجيك دفتر الديون.
بالله يا ابو العز انا كبرت كثير معه بالحكي. يا سيدي ما قصرت، العمى قاعد بحضننا وما ينتف بعراضنا. بيني وبينك انا حاسس انه هالبنت ما تكذب. اعوذ بالله نيرمين، افي منا بنت بكل الضيعه اخلاق وما. الاستاذ فارس هو متحرش فيها، ويا سيدي بحلق سالفه اذا ما بيكون الاستاذ فارس عامل اكثر من هيك. يا وشو بدي يكون عامل اكثر من هيك؟ يا قصدي يعني انه بجوز نيرمين ما تكون حكيت لك عن فصوله الناقصه. الا مني عارف شو بدي ساوي. شو بدك تساوي؟ واضحه واضحه، انا برايي القضيه كبيره كثير، لازم بكره تشحطوا على الشرطه. ولك لا يا عمي لا، المسألة منا مستاهلة أكثر من اللي صار. بالله القصة كبيرة كتير كتير. هلق تحرش بالبنت، بكرة ممكن يتحرش بنات الضيعة كلي. هلق المشكلة إنه هي أول مرة بتطلع منه زايحة. إيه بس بجوز يكون عامل ألف شغلة وهلق انكشف، مثل ما بيقولوا يدوب التلج ببان المرج. بالله صار راسي ما يجعني من الحكي، قيمنا بقى. لا بالله ماني قايم، بكرة بدك تروح على الشرطة. قيمنا من هالسير بقى. هي قولتك. طيب مثل ما بدك. سمعت بقصة بواسي؟ بواسي شو حاله؟ اوهو معناتها بدك تسمع كتير. تعا تعا احكي لك. تعا يا سيدي، عم بهيك الاستاذ فارس. هلا قالي سهاد اسمعيني، انت رفيقتي الوحيده وهنا بورطه. انت قايله ان الاستاذ فارس متحرش فيك. هلا مو وقت الحكي. شو مو وقته؟ انت قايله هيك يا ايه انقبرت وحكيت هيك يا. يخرب بيتك شو ظالمه. ليكي سهاد انا بدي فهمك شغلي. لا تاخريني بس اخلص دوام بمرق عليك. ولك شو بس يخلص الدوام؟ الله يخليكي انت لازم تشهدي معي قدام بيي. شو؟ انه انا ماني مدخن. بالله واذا سالني وانت شو عارفك انه ما انا مدخن؟ بالله بعرف كيف بدي اقول لك ياها. امبارح انا قلت له لبيي انه انت اللي مدخني وانا بجيب لك دخان من عند ابو خليل. شو؟ ولك يخرب بيتك، وصلت معك لهنا، بدك توقعيني لتنجي انت؟ بالله ما كان في حل تاني. ولك شو ما في حل تاني؟ والله تاخري بالدنيا على راسك. ليكي سهاد، انت رفيقتي الوحيده، الله يخليكي توقفي معي. بالله وتقاتل مع جماعتي؟ ولك الموضوع ما رح يوصل لجماعتك بس لبي وقت بيسألك. ايه لا ما حزرتي، روحي لاقي لك حل تاني، انا مستحيل ادخل معك بهيك ورطة. ها ولك سعاد، لك سعاد الله يلعن بيو لبي قرر فيك ثقة. وش الخير؟ بعمل لك فطور يا بيي، بعمل لك فنجان قهوة تصحي راسك. رح سوي قهوة.
شو راح بيك؟ راح. والله ما حسيت عليه. فطير؟ لا. اقطعني. كيف ما حسيت؟ قدر الله طفى يا خيي. الحمد لله على كل شيء. خيي خسارتك كبيرة مو؟ خيي ابو عادل الله يلعن ابو العمر، كله خسارة بخسارة، حياة تأثير. بس كل استفقالي من رب العالمين رحمة. هلا كيف صار الحريق؟ والله ما بعرف، قوة سيكارة ولا شيء، والله ما بعرف. هلا ممكن تكون مقصودة. مقصودة؟ كيف بدها تكون مقصودة؟ بالله العظيم حياتي ما فكرت ازي صفطعه. استغفر الله العلي العظيم، مين بده يتقصدنا؟ طيب والله بعتقد يمكن لك قضاء وقضاء. مين والله قضاء وقضاء. هلا خي ابو عادي شو صاير امبارح مع الاستاذ؟ بتجيب لي هالسيري. طيب لازم نحكي. بالله هجمتك كانت عليه كبيره. استاذ عمل عملي والله بتنعمي. والله الموضوع فيه غلط. يعني الاستاذ فارس ما بيغلط. ولك بتكون ولدني من هالبنت. ليك في اشياء ما بتعرفها، اليوم بعد الدوام بمرق عليك وبنحكي. ابسطيني متي. هلا هو يا ابو عامر، بيت بيتك. بدك تحل مشاكل الناس. طيب ومشكلتك؟ انا خايف يكون الله ما يعاقبني فعلا مشان موضوع خي بدر. يا رب سامحني. سامحني اذا اخطيت يا رب. بدي احكي معكم شوي خارج المراجعة. للأسف كلكم تريدوا ايش صار امبارحة بيني وبين أبوها لزميلتكم نيرمين. اي والله وكلنا زعلانين من بعادي عهد عملي. أنا اللي بدي أقوله إنه الكلام اللي قالته زميلتكم نيرمين مو صحيح. نعرف أستاذ طول عمرك زيادة. لا ما قصدي أقول هيك. يعني أنا بصراحة بعتبركم مثل بناتي. وخاف عليكم مثل ما بخاف على أهلي. لك أنتوا مثل أهلي وعز. صدقوني إذا وحدة جابت فيكم علامات قليلة بشي امتحان أو ما عرفت تسمع أو تعرب شي جملة بنقهر من كل قلبي وبروح على البيت وأنا عم أفكر شلون بدي طور لها معارفها من شان ما تكون مقصرة عن زميلاتها. فشلون بدي أتحرش بطالبي لك شلون بدي اتحرش بطالبي من قد بناتي؟ استاذ هند اشرف من الشرف، افي داعي تعذب حالك وتشرح لنا، نحن بنعرفك منيح وبنعرف نيرمين منيح. اللي صار اذاني اذاني كثير. حسيت اني استاذ فاشل. هند احسن استاذ بكل المدرسه. انا حبيت فضفض قدامكم من شان ما انفهم غلط أو تتاخذ عني نظرة مو منيحة، خاصة من طالباتي اللي بعتبرهم مثل بناتي. ولا يهمك أستاذ، هند كبير وبتضل كبير. وهلا خلونا نبدأ الدرس. سرك كبير كبير غريق. يلا اكر. شو شو حالك حسون؟ شو حالي؟ عندي سر كل حدا. روح يلا. تعو ده ها خلصت تعايا كذي. يلا حسون خلصت تعايا. يلا يبعن بيبي يلا لك يلا. صباح الخير يا نرمي. صباح النور استاذ حسون.
أمل. بدي خالتي معادل شوي، يعني بدي اياها بكلمة سر، يعني بس تيجي بتفوت انتي لجواها. سر؟ قلي ده شو؟ سر شو؟ قلت لك سر، عافيني قلي. صار في اسرار علي يا حسون، ولكن نسيت قطع الكيري بعطيك هي. لا ما نسيتها، جبنه الكيري بحبها، بس عافيني قلي. طيب قلي هيك يعني رؤوسك لا منقل لامي. ما تجرجريني بالحكي، يعني معي مصاري بشتري اللي بدي اياه من عند بوخلي. ها ومن لك المصاري؟ من عند خالتي مشادي. شوف يا حسون، إذا بتقولي شو القصة والله العظيم أبخليك تشوف أمي وقفي جبني كل عمرك. يا معادي، معادي، ولك شو حالك؟ شو صار لك؟ هلا خبر يطلع أمي. ولك أمي شو بده؟ خالتي معادي اللي بدي إياك بكلمة سر. سر؟ إي والله سر. تعا 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 فوت لجوا. إيه يلا شاي. ها تعا يا حيوان تعا. حسون بدك تقول لي شو السر؟ لا والله بدي أقول لي. ولك كلمة يعني؟ أبقول غير معادي. بتشوف خليك هون يا فوت شو بتقول لك سر قلة تجو شو قلة قلة فوتي انتي فوتي 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 على الغرفة شو هذا يا عمي قلة سر وده توقف تسمعه بتقول لك مش هادي إنه نرمين ما تدخن على من جد وهي كانت تشوفها من الشباك تبع الغرفة وقال ما حكت لك مبارح لأنه القتالة كانت حامية وبتزعل نرمين منها وبتقول لك إذا مو مصدقة هي مستعدة تحلف لك على كتاب الله إنه نرمين ما تدخن وقصة الأستاذ فاري صحيحة 100% ولك شو ما يبدوته ومو بس بنت إسماعيل اللي شافتها بنت برايد كمان يعني صار أكثر من شاهد هي قالت لي هيك قلك بالحرف الواحد وقال هي بعدتني إلي لأنه هي أبدا حدا يشوفها جاي لعندك لا رح طق بدك مني شي خالتي معادي لا روح انت يلا خاطري شو كان بده المهبول ولك شو حالك يا امي؟ شو صيفني؟ شو كان بده؟ شو؟ ولك ولك شو بيه؟ ولك يا امي؟ ولك يا امي شو بدوري؟ ولك شو حالك يا امي؟ ليش بتعملي هيك يا ولك علقتي لها مع العالم؟ وقفتي بتدخلي يا كذابة؟ انا بدخلي؟ ولك حيجة كذبة؟ حيجة؟ بيي كان رح يموت وبيتقتل مع الاستاذ، وانا هجمت عليه مثل مارو، وطلعتي متدخلة؟ يا شحار وبيتك يا ابو عادي ولك يا امي ولك يا امي بترجعكي والله العظيم هلا بعمري الله يلعنك التربه الله يلعنك نحن بنعرف الربه نحن والله لو بنعرف الربه ما صار معنا هيك يا قلتي لي ما تدخني ما تدخني يا حرمبه شوفي وليك شوفي يا بتقولي الحق يا بكسروا لراسيك الاستاذ تحرش فيك ولكن انت ما تداري عملتيك قولي قولي ما قلك قري ولك يا امي معقوله معقوله بتشكي فيني والله لا ما تحلفي فيه ما تحلفي قولي الحق الحق انه انا ما دخين بس الاستاذ تحرش فيني الله يخليك يا امي الله يوفقك يا امي ما تقولي لبي وانا بوعدك بوعدك يا امي بعمل ابقى عايده والله العظيم ابقى عايده وكل انسان بيغلط ولكن بنهجي مع الناس ومنبهدلها والبهدله ساكنه بديارنا ولك تفوق عليك تفوق من قلب محروق مقوله تفوق عليك تفوق ولهنا كل هوا عادي يا عادي اهلا بالغالي بالغالي دقيقه دقيقه عمي دقيقه
وقف وقف يا عادل. كيفك عمي؟ شو اخبارك؟ اهلا اهلا ولا. كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. كيف العسكري؟ مليحه مبسوطين فيها. اخ انت مبسوط وبيك ما يحترق من الفصول اللي ما تصير معه. فصول؟ فصول شو؟ فصول شو يا اخطي؟ امبارحه لولا ستر الله ولولا ما مسكته الناس بشرفي بشرفي كان صار جريمه. جريمه؟ جريمه شو بالعز؟ اخ يا عمي اخ والله ماني عارفان شو بدي اقول لك. عمي بالعز قطعت قلبي. قل لي شو فيه. بالله الشرف غالي وهنا افيني احكي غير هيك يا ولا قصه في تركيبه. الله الله شو بدك لا فيك خيب. الاستاذ فارس امبارح تحرش بخيتك. شو؟ اي والله امبارحه بيك كان بده يقتله ما فكوا الناس وكان راعي السجن وراه الاستاذ النشيح. وبي وينه هلا؟ والله بعرف يمكن بشغله بس هلا قبل شوي شفت هذا الواطي الاستاذ فارس ماشي ما يتمختر وكانه مو صاير شيء. العمل عمل عم بشرفي اعراض الناس منا لعبه يا عمي والله. وين يا عادل؟ عادل 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 وقف وقف دخلك وقف دخلك لك عمي. الحمد لله على سلامتك عمي. الله يسلمك. شوف لك عمي انا بعرف شو ما يقول لك بالعز بس هذا واحد كذاب قال ما يتحرش بخيته. اقسم لك بالله الاستاذ فارس بريء. خيتك كانت بتدخن بالمدرسه قام الاستاذ كعرت تجيب ولي امرك قامت اخترعت القصه انه ما يتحرش فيها. الله وكيلك هذا اللي صار. طيب وشو موضوع بي انه كان بده يعمل جريمه؟ هذا من تحريض ولاد الحرام. بعدين بيك علق مع الاستاذ بفوره غضب والمشكله هلا هديت بدنا نشعلها. بس هذا شرفي يا عمي. ولك شو بدك انت ولك عمي شرفك من شرفنا وانت في حدا بيصير يحكي عليك وعلى بيك ولك انتوا بيت معادي. لكن شو هالحكي اللي ما يحكي ابو العز؟ لك هذا واحد منافق لانه متقاتل مع الاستاذ وابي يعطي ريق حلو ما يحكي هيك يا. شوف لك عمي نحن معتمدين عليك تتهدي بيك وامك بصير تحكي هيك. يلا لك عمي يلا عازمك على كازوزي تعال تدخل لك. تعال تعال أيام يعني يوم الراجع القومي ويوم للدياني وآخر يومين للكيمياء. إيدي وإيدك على الوادي يا بطانة نعمل مشوار بدنا خيب جمال. اهلا اهلا بخيب وعمي. اسعد الله اوقاتك مختار ضيعتنا. اهلا وسهلا تفضل فوت فوت فوت. يلا اهلا اهلا بخيب وعمي. اهلا والله عجبتني هي مختار حلوي. قلت شو اي بالله انت مختار ضيعتنا الحقيقي. شو بدك بالحكي؟ بدك الحكومه تعرف تتصرف. شو قبلك قل لي تفضل. ايه تفضل ما تواخذني قهري نساني. ما عاش اللي يقهرك. شرف شرف تفضل. شو خيي كنت بالدوام؟ اي بالله كنت بالدوام وقلت لحالي بدي امرق احكي معك كلمتين قبل ما اوصل على البيت. الي عندك طلب. اخ يا ابو عامر اخ وقت بكون مقهور افيني لبي حدا. لا 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 شو اللي قهرك؟
هالسعدان بو خليل قيرق منامي. هلق انتو اثنين صحبي معقولي مشان دق شدي تتزعلوا يا رجال؟ نجس طول عمره نجس. هلق اسمع قملي قهرك على جنب واسمع بدي احكي معك كلمتين لاني والله ميت من التعب بدي اروح على البيت. خير خيي؟ والله هالمسكينه ام شاده طلبت مني انه تساعدها بشويه مصاري. بالله حلف يمين ابدا ينحدي بهالضيعه. خذ له شو منفك دقيقتين وما يسموني مرابي. قيمنا يا زلمي. بس ام شاده بتستاهل يعني انت بتعرف وضعها والخياطه ما جابت همها بقى بدك تقبل وسطتي والدينا 10,000 ورقه. يا ابو عامي منام بدها سدني اياها. والله كريم بكره بتفتح محل وبسدك هني شوي شوي. ما قل لك مشان ابو عامر ولا مالي شان عندك؟ لا لا يا ابو عامر انت كبير وابن خجلك بس يعني. يعني شو بدها تدفع 200 ورقه علي؟ يا قرود 200 ورقه حيشتك مية يا سيدي بدي شغلهم بالقروض وابدي دينه. يا قرودك يا ارض كانك ما تقلي روح انقلع من وشي. بالله مو قصدي بالله مو قصدي. طول بالك يا ابو عامر. خلص خيي مشان ما تقول ما لباني المختار بنقسم البيدر بالنص 150 ورقه. الله يكتر خيرك. يلا انا رايح قله. ولو انت بتامر امر. بدك شيء انا رايح على البيت. خيي شو طيب خي شبك بتمحلق فيي من ثانيه لبينا عم نستاهل غدا. اي والله بتستاهل غدا وكاسه شاي فوقه. يلا بخاطرك. يلا رح اضب عده المتي ولاحقه. اسعد الله اوقاتك يا عصب ضيعتنا. الله يرزقني يا غدا بحبك. تفضل تفضل ابو عامي. شكرا. يعطيك العافيه. انا خيتي ميامن. وش حاجة لنا؟ تعال يا عادل تعال شو عملنا؟ بحظي هريت نعمتها للبنت. هل تطلع لبرا؟ ما تقلعني إلي؟ إيه إلك طلع بريحة طيبة أحسن ما فرج العالم عليك. ها بدل ما تتمرجل علي روح تمرجل على خيتك اللي فتحتك قدام الضيعة كلها. لك طولك وش الناس؟ طيب ليه؟ تركني يا عمي اطلع لحالي. خلص عالم لا تلبس انقلع لعمما أسقلك ولد بلا تلبس. طلعني من بيتي.
قبل ربع ساعة كان ما يترجاني تحكي مع رفقات الضباط ينزلوا إجازي. ضيعة نشح بدل ما يشكرني كله لأنه قلنا له شو يحكوا عنه بالضيعة. تو عهجي لله يا ربي. شفتي يا معلم؟ شفتي ما يصير فينا؟ ولو بيصير هيك يا ابو عادل، لا بيصير هيك، ما معقول. رح نقتل الاستاذ من كذبه ونفاق. بقولك ايه بس المشاكل لا تنحل هيك، تنحل بالهداوه. اين هداوه يا زلمه؟ ما ضل براسي عقل. ولك قلت لك بيجي لعندك ونحل الموضوع بهداوه. ما بتقدر تكون صبور. والله الحق علي انا، ما كان لازم بيع دخان. اخ الحق على تربايتي العاطله. ولا ونص الالف 500 طفلي وحق القران طفلي، طفلي ولو؟ يا سيدي قدر بغلي بنت الكلب منيح.